بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الوقفة التضامنية مع البروفيسور الأستاذ الدكتور عبد الجليل السنقيس، نعلن تضامننا الكامل معه ونطالب بالإفراج الفوري والعاجل عنه. بداية أتقدم بتحية إكبار وإجلال إلى شعبنا الصابر والمحتسب في البحرين الحبيبة، وأخص أولئك الرجال والنساء والشباب بالتحية والإجلال والإكبار على ثباتهم، على مواقفهم وعلى إرادتهم. والتحية والإكبار للأبطال في السجون الذين يتحملون عبء التغيير بالنيابة عن كل هذا الوطن، لصمودهم، لتحديهم، ولإصرارهم على تحقيق كامل مطالب الشعب العادلة والمشروعة. وحييهم تحية تلميذ صغير تعلم تحت مواقفهم التي تضخ فينا الروح والأمل على أن مستقبلا واعدا بأمثال هؤلاء الرجال يتحدون الظلم ويتحدون الجلاد في قعر السجون ولا يبالون. وأتقدم أيضا بتحية إجلال وإكبار وإعظام للقادة الرموز الذين يلهمون معنى الشرف، معنى الكرامة، معنى التضحية. أحيي الأستاذ الكبير الأستاذ عبد الوهاب حسين. الآية في الصبر في الصمود والتحدي الملهم لنا جميعا رغم ما تعرض له من أقسى صنوف التعذيب، إلا أنه يمثل تلك الإرادة الضخمة التي تكسرت عليها كل محاولات الطاغوت لثنيه وكسر إرادته وعزيمته. وأتقدم بالتحية أيضا إلى الأستاذ الكبير الشيخ حسن المشيمع، رغم تقدمه في العمر ورغم سنه ورغم مرضه الذي بدأ يأخذ من صحته ويأكل من جسده. تحية إكبار وإجلال إلى الأستاذ الكبير أيضا عبد الهادي الخواجة، الذي جسد أروع أمثلة التحدي للظلم وللطاغوت ولتكبره وغروره. أتقدم بالتحية والإجلال لباقي السجناء الذين اليوم هم رهاننا على صمودهم
وتحديهم الذي يخرج بين فترة وأخرى عبر تسجيلات صوتية مسجلة ومصورة، رغم أننا ندرك جميعا وهم يعلمون أنهم بين أيادي جلاد وطاغوت ليس في قلبه ذرة من رحمة أو ضمير، إلا أنهم يلهموننا دائما بمواقفهم التي تمثل شموخ عطاء هذا الوطن. وأتقدم أيضا إلى عوائل الشهداء بالتحية أيضا والسلام، تحية إكبار وإجلال لمواقفهم الملهمة أيضا رغم قسوة ووحشية الإجراءات التي يتخذها هذا النظام المتغطرس ضدهم، وهم يعبرون عن مواقفهم وعن عواطفهم وعن وجدانهم تجاه أبنائهم الذين سقطوا مدرجين بدمائهم على مذبح الحرية والكرامة. تحية لكل هؤلاء ولكل الذين يعملون ليل نهار من أجل غد مشرق خال من الاستبداد، خال من الظلم، ترفرف في سماء هذا الوطن راية العدالة والحرية والكرامة. في هذه العجالة أريد أن أتطرق إلى كم نقطة تتعلق بمن نقف هذه الوقفة التضامنية من أجله، الأخ العزيز والصديق البروفيسور الدكتور عبد الجليل السنجيس. من هو هذا الرجل الذي نقف هذه الوقفة من أجله اليوم؟ ولماذا أصر على استرجاع بحثه؟ ولا أريد أن ألخص هذه الشخصية التي في تقديري هي شخصية تاريخية من الشخصيات التي سيخلدها ويذكرها التاريخ نظرا لعطاءاته. البروفيسور الدكتور عبد الجليل السنجيس بالتعريف البسيط هو أكاديمي بروفيسور تخرج على يديه المئات من المهندسين في الهندسة الميكانيكا من جامعة البحرين، والذين هم الآن يساهمون في النهضة المدنية في البحرين، معظمهم ممن تخرجوا من قاعات درسه. على يديه تخرج المئات طيلة أكثر من ربع قرن، ورغم مكانته العلمية على المستوى الأكاديمي في البحرين، لكنه أيضا ذلك المثقف والمفكر الذي له رؤيته ونظرته الخاصة به، له محاضراته ليس في أروقة الجامعة لتقديم الدروس والأبحاث الأكاديمية، وإنما في المحافل الاجتماعية العامة والخاصة
له صولات على جبهة الفكر والثقافة، ساهم كثيرا في رفع منسوب الوعي في بلدنا وفي مجتمعنا. البروفيسور الدكتور عبد الجليل السنجيس هو أيضا ذلك المؤمن الذي تحمل ما تحمله من دور ونشاط طيلة أكثر من 4 عقود من الزمن ليبث الدين والتدين بين شباب هذا الوطن، كان من خلال دروسه في الجامعة ومن خلال حضوره كان يعمل على تجذير حالات التدين ورفع الوعي الديني في المجتمع، وكانت له بصمته وآثاره. البروفيسور الدكتور عبد الجليل السنجيس هو ذلك الرسالي الذي تحمل المسؤولية، لم يتفرج على وضع اجتماعي أو وضع تربوي أو وضع سياسي إلا وكان مبادرا وسباقا ورائدا في العطاء. أما الصفة الرابعة، البروفيسور الدكتور عبد الجليل السنجيس لمن يعرفه عن قرب أو عرفه عن قرب كما أعرفه عن قرب شديد، ذلك الإنسان العصامي صاحب الكرامة. ربما أتفق مع الأستاذ حسن قنبر عندما أشار هل يستحق هذا البحث اللغوي الذي ربما يتصل بالهوية كل هذا العناء بالإضراب لهذه المدة الطويلة من الزمن؟ أقول للتوضيح وللتاريخ أن معركة البروفيسور السنجيس ليست الكتاب وإنما هي الكرامة. الأستاذ البروفيسور الدكتور السنجيس آية وآيقون في الكرامة، لعل من حظوا بشرف زمالته ليس في الأروقة الأكاديمية والجامعات وإنما في غرف وزنازين السجون يعرفون عن ماذا أتحدث عندما أقول هذا البروفيسور آية وآيقون في الكرامة. يشتم جلادوه للاستفزاز النفسي وللإخضاع النفسي بمختلف الشتائم القذرة والوقحة على أمل أن يحدث ردة فعل أو أن ينظر إلى جلاده بعين غير عين الاحتقار والازدراء. الدكتور السنجيس من الممكن أن تقترب إليه في أي شيء إلا كرامته مهما كان الأمر مهما كان الوضع، فقضيته قضية كرامة. مسيرته في العطاء كله هنا محورها الكرامة، عندما يقف مع العاطلين عن العمل كان الموقف كرامة شعب ووطن وأبناء وطن، عندما يتصدر الميدان رغم إعاقته الجسدية انطلاقا من العصامية والكرامة، عندما وقف في هذه الثورة وكان أحد أقطابها وأحد أعمدتها انطلاقا من الكرامة. في تقديري بأن هذا الرجل العظيم
والتاريخي بامتياز في تاريخ مسيرة عطاء هذا الشعب، أنه لن يكسر أضرابه، ربما سنسمع أنه سيصعد هذا الإضراب ويمتنع عن الطعام والشراب نهائيا، ما أتوقعه. لا أتوقع بمعرفتي القريبة من شخصيته وفكره والرؤية التي يحملها المبدئية بين جنبيه أنه من الممكن أن يتنازل. الأقرب في فهمنا لفكر هذه الأسطورة أنه يذهب في التصعيد ويتحمل كل النتائج إلا كرامته، وأمثال هؤلاء التاريخيين قليلون جدا ونادرون جدا. أغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليه بالتحية والإكبار، وأسأل الله سبحانه وتعالى له العافية والسلامة والفرج، وباسمي وباسمكم جميعا نطالب بالإفراج عن ما الذي اقترفه وارتكبه البروفيسور السنجيس وإخوانه من القادة الرموز وجميع الرجال والشباب الذين هم الآن يقبعون في السجن. ما الذي ارتكبوا؟ ما هي الجريمة التي تستحق مصادرة حريتهم واعتقالهم وتعريضهم لأبشع صنوف التعذيب؟ إن وضعهم في السجون لهو جريمة بحق كرامة هذا الشعب، ومن اعتقلهم يستحق المحاكمة. إن جريمتهم الوحيدة التي اقترفوها هو أنهم طالبوا بحرياتهم السياسية، بحقوق هذا الشعب السياسية، طالبوا بوقف الاستبداد واستئثار عائلة واحدة بالحكم وبالسلطة وبالموارد ومقدرات هذا البلد. كل جريمتهم أنهم عبروا عن آرائهم، لم نسمع أنهم قاموا بارتكاب جريمة قتل أو سفك دماء أو تفجير أو حتى استخدام سلاح مشروع في مواجهة محتل مغتصب للأرض وللشرعية. استخدموا سلاح الكلمة، سلاح الموقف، سلاح الرأي. وهل من الإنصاف والحكمة أن يودع هذا العدد الكبير فيه خلف القضبان وفي السجون لأنهم عبروا عن مواقفهم السياسية وعن رأيهم السياسي؟ لكن هذه هي الحقيقة المؤسفة للوجه المظلم والأسود للمجتمع الدولي الذي يمارس النفاق السياسي في أبشع صوره، عندما يسكت عن مجرمين حقيقيين يمارسون أبشع صنوف الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، ويغتصبون الشرعية ويفرضون سلطتهم بالأمر الواقع، بالغلبة، بالسيف، بالرصاص، ثم لا يحركون ساكنا تجاه من يعبر عن رأيه، عن من يطالب
بالعدالة، عن من يطالب بالإنصاف، عن من يطالب بالمواطنة المتساوية. نؤكد هنا كما أكدت قوى المعارضة السياسية في إحياء الذكرى السنوية 12 لانطلاقة ثورة الغضب 14 من فبراير، إننا كشعب وقادة ورموز دينيين ووطنيين مستمرون، مطالبنا عادلة ومشروعة، ولن نتوقف، فقد تحملنا وتحمل شعبنا الكثير وقدمنا الكثير من التضحيات، والأمل بات وشيكا بالتغيير. الوقت لا يتسع للمزيد، لكن أقول بأن هناك تحولات عالمية كبرى وتحولات إقليمية كبرى وتحولات أكبر أيضا في داخل البحرين. أمر مرور سريع وأختتم كلمتي. كل عوامل نهاية حقبة عصر آل خليفة في البحرين اليوم مؤشراتها قائمة. العنصر الأول أنهم فقدوا السيادة، 5 قواعد عسكرية، جيوش أجنبية، وكلهم يعتبرون أن لهم الفضل في حماية نظام آل خليفة من السقوط تحت وقع الثورة الغضب الشعبية التي انطلقت في 14 من فبراير. العنصر الثاني، النظام فقد واحد من أهم مبررات الاستمرار والبقاء، وهو الحاضنة الشعبية. نظام بلا حاضنة شعبية. العنصر الثالث، نظام بلا شرعية. ثورة 14 فبراير من إنجازاتها الكبرى أنها أسقطت شرعية هذا النظام السياسي، وبفقدان هذا العنصر يفقد هذا النظام أهم مبررات وجوده. العنصر الرابع، مستوى الظلم الذي يمارسه هذا النظام ضد هذا الشعب وتجاوز كافة الحدود، وانكشافه للناس وانكشافه للمحيط الإقليمي وانكشافه للعالم. نظام بالإرهاب والإرعاب وبقوة السلاح لا يمكن أن يستمر الآخرون أيضا في دعمه. والعنصر الأخير، الإرادة الشعبية القوية. الحمد لله نحن نشاهد صمود وثبات هذا الشعب على المطالب رغم قسوة ووحشية الإجراءات، صمود القادة من العلماء والرموز الدينيين والوطنيين أيضا، صمود وثبات شباب هذا الحراك في الداخل وفي الخارج. هذا الثبات وهذا الصمود قد يستغرق بعض الوقت، لكن كل المؤشرات في اتجاه أن هناك تغيير قادم وهو قريب بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بهذا التغيير، وأن يثلج صدورنا ويفرحنا بسقوط الظلم وقيام دولة المواطنة التي نتساوى فيها جميعا في ظل عدالة وظل مساواة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.